مشهوري بهيجه من السكنه من الناس اللي شاريين هنايا في هذا حي المشات. كنعانيو من بزاف المشاكل، حنا مده ديال تقريبا 10 سنين ولا 8 سنين حنا كنجريو في هذا الملف هذا ديال المطلبي ديالنا اللي حق بغينا حقنا في السكن، بغينا البلان ديالنا يخرج، بغينا المسائل ديالنا تصاوب. باقي ما شلنا والو، 8 سنين حنا كنجريو، طرقنا جميع البيبان، ما خلينا وكاله، ما خلينا عماله، ما خلينا رئيس الجماعه، ما يعني جميع الشكايات درناها، جميع المسائل ديالنا درناها، باقي ما شلنا حتى شي حاجه من هذه البلاصه هذه، لا من رئيس الجماعه ولا حتى شي حاجه، يعني تماطل هذا العام، هذا العام سير واجي سير واجي. دابا ما عندكم شي فلوس ولا والو؟ دابا المشكل دابا اللي كاين حاليا هو الناس هادو مخلصين 70000 ريال ديال الواجبات ديال الجمعيه السكنيه اللي كتعلق بالواد والواد الحار والماء والمسائل النظافه والى غير ذلك، مي ما كاين حتى حاجه. دابا جاو سنين هذه يلاه جاو بداو مع واحد الشطر، لا هادو ما داخلينش، حنا مقصيين، ما فهمتش واش حنا مواطنين منا من الناس او لا حنا مهمشين. هاد الناس ما غيستافدوش، دابا سنين كضيع من العمر، الناس كاريه، الناس كتعاني، ولكن ما كاين حتى شي حاجه، الناس ما كاينش اللي كيحس بيك. التماطل هاد العام، هالبان غيتعلق غيرجع حكا، ما كاينش، ما هادي التماطل، ما شلنا حتى حاجه. وكنطالبوا اليوم، حنا كنطالبوا بان هاد البلان يتعاد النظر فيه ويحلوا لنا المشاكل ديالنا، وهاد الساكنه كتعاني، ما كاينش الواد الحار، يعني انسان ما عندوش ظروف ملائمه للعيش، زعما الانسان يعيش نقي، لا سكن لائق، لا ما لا ضو، لا واد الحار، الناس كتعاني، فين كيمشي هذا الشيء؟ ما فهمتش. لا ثانويه، لا ما كاين لا ما دار. البلان حتى تخرج وكيرجع شنو السبب؟ الناس هنا ديال ضواحي مشات، الناس مهمشين. البلان حتى تخرج وكيرجع. لا مدرسه، لا سبيطار، لا حتى شي حاجه، ابسط حاجه هو الماء الصالح للشرب، ما عندهمش الماء، ما عندهمش الضوء، ما عندهمش الطرقان، جايين دايرين طريق وهميه، دايز قالك حكا غيدوز فيها لوكار ديال الماء ديال الشعر. واش هذا الحي هذا دابا تعطل الله هاد البلاصه هذه، واش بلاصه لايقه للسكن ديال الناس؟ حنا فين غنمشيو حنا وليداتنا؟ واش هادو هما ولاد ديال الغد اللي غتفرح بهم الدوله؟ حنا باغيين بلاصه نقيه اللي يعيشوا فيها ولادنا، وبغينا بلاصه اللي تكون صالحه لينا، اللي فين وحنا ما طالبين حتى شي حاجه، ما طالبين والو، طالبين غير السكنه، طالبين غير الماء، الضو، والسبيطار، والامن، هادشي اللي طالبين. واش هذا ماشي من حقنا؟ طالبين الحق ديالنا. هضرت الناس على البلان وعلى الشنط اللي دايز وهمي، قال لهم سيروا حفروا بير، الناس هضرت على الماء، قال لهم سيروا حنا باقيين نرجعوا للور. لا زايدين القدام ولا راجعين للور، ما فهمناش. لا كنا زايدين القدام نعرفوا، زايدين للور نعرفوا. ودابا البلان حتى تيقولوا لنا خرج وكيرجعوا، كيقولوا لنا خرج وكيرجعوا، دابا الثالثة في المرة، ومرة قال لك غنجيبوا الرئيسة كذا غادي تهضروا معاه وغادي كذا كذا، ما شلنا والو. يعني حتى تيوهمونا راه غدير كذا كذا، حتى حاجة ما كاينة. هذا حنا على هذا الحال لمدة 20 عام، وحنا على هذا الحال. خرجوا عندنا بزاف ديال المسؤولين اخويا لهنايا، ومرغم ما داروا معنا حتى شي حاجة. جات عندنا مدام أزماني، دقينا البيبان، مشينا للوزير، ما يعني جميع المسؤولين مشينا لعندهم. شنو هو الحل ديالنا؟ واش حنا ما حقناش نعيشوا بحالنا بحال الناس؟ فين غنمشيو؟ شنو عندنا؟ قهرنا الكرا خويا عيينا، هذا لا راه كله شاري مسكين ظروفه، انا نعلم بها الله.